لو أن المسلم أنزل منيه من غير جماع، أنزل منيه باختياره، وقلنا باختياره لأن البعض من الناس ينام في نهاره، فإذا استيقظ وجد احتلاما، هذا لا يؤثر على صيامه لأنه خارج عن إرادته. لكن متى ما نزل منه المني باختياره بقبلة أو ضمة أو ما شابه ذلك، سواء كان السبب محرما أو مباحا، فإن صومه قد فسد، وعليه الإمساك، وعليه القضاء في المستقبل، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.